بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المصري. بالفوز ده وصل الأهلي لنقطة 81 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 44 نقطة في المركز السابع. حصد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في المباراة اللي جمعته امبارح في الدوري المصري. فريق الزمالك اتعادل مع فاركو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري ممتاز. بالنتيجة دي الزمالك حافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وفاركو جه في المركز التاسع برصيد 42 نقطة. حقق سيف تيري مهاجم فاركو جائزة رجل مباراة فريقه ضد الزمالك بعد أن سجل هدفين في المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أعلن الرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن قرار نهائي. وقال كمان حلمي أن نادي سيراميكا اتفق معه على الرحيل، والإدارة أبلغته بانتهاء التعاقد. منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات لكرة السلة حقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم على حساب الصين بنتيجة 56-60، وده بعد ما نجحوا يحولوا مسار المباراة من التأخر بالنتيجة لفوز كبير. الإسباني كارلوس ألكاراز حصد لقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وده بعد ما فاز في المباراة النهائية على الصربي المخضرم نوفاك ديكوفيتش. نادي انتر ميامي الامريكي لكرة القدم اعلن توقيع عقدا مع لاعب خط الوسط الاسباني سيرجيو بوستيكيتس حتى نهاية موسم 2025 ليكون لاعب جديد في الدوري الامريكي. طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه تعادل مع تسالي السلفاني بنتيجة 2-2 في ثالث مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، وشارك تريزيجيه أساسيا في مباراة فريقه امبارح. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنى وشاذلي علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.